وللمزيد عن الاستعدادات للقمة الإفريقية الأمريكية ينضم إلينا موفدنا إلى واشنطن علاء رشوان. علاء، بعد التحية، ماذا عن آخر الأخبار لديك من حيث وصول القادة الأفارقة أو على صعيد أجندة وملفات القمة من واقع ما يصدر عن الإدارة الأمريكية؟ نعم، بداية السلطات الأمريكية أنهت تقريبا كل الاستعدادات لانطلاق هذه القمة بعد أقل من ساعتين من الآن بتوقيت واشنطن. هذه الصورة تكشف عن هذه الإغلاقات المرورية التي اتخذتها السلطات الأمريكية منذ مساء أمس استعدادا لانطلاق هذه القمة. نحن نبعد أمتار قليلة فقط عن المقر الرئيسي لاستضافة هذه القمة ووقعة المؤتمرات المركزية بواشنطن. كما يبدو في الصورة، اتخذت السلطات الأمريكية كل الإجراءات الاحترازية لاستعدادا لانطلاق هذه القمة. حول وصول القادة والزعماء والرؤساء الأفارقة، اكتمل تقريبا وصول كل الزعماء الأفارقة المشاركين في هذه القمة. تأكد عدم مشاركة كل من السودان، غينيا، جمهورية جنوب أفريقيا الوسطى بسبب تعليق عضوية هذه الدول في الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى إريتريا وأيضا جمهورية الصحراء الكبرى. هذه المشاركة سوف تكون مشاركة واسعة، 49 رئيس دولة وحكومة أفريقية سوف يشاركون في هذه الفعاليات التي سوف تمتد أجندة عملها إلى الكثير من الملفات والموضوعات، بداية من تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب والدول الإفريقية من جانب آخر، بعد غياب الولايات المتحدة عن القارة الإفريقية لما يقرب من 8 سنوات، وهي المدة التي استغرقتها عقد القمة الأولى في عام 2014 إبان عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وهذه الفترة في حكم جو بايدن الذي يسعى لتصحيح أخطاء سلفه ترامب الذي غاب عن القارة الإفريقية وما سمح لتزايد نفوذ بعض القوى العالمية الأخرى مثل روسيا والصين. إلى جانب هذا الملف، ملف التعاون الاقتصادي، هناك أيضا ملفات أخرى تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية ودعم دور الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني في دفع عجلة التنمية المستدامة في عدد من الدول الإفريقية، بالإضافة إلى ملفات التمويل المالي والفني والتقني لمشروعات التنمية الكبرى، خاصة مشروعات البنية التحتية والاتصالات والرقمنة والتحول والشمول المالي. هناك أيضا ملفات تتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة في ضوء التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك هناك منتدى خاص يتعامل ويتفاعل مع التحديات التي خلفتها التغيرات المناخية في القارة الإفريقية، أحد أكبر المتضررين عالميا من التغيرات المناخية القاسية. الشق الرسمي لن يبدأ قبل مساء اليوم بحضور عدد كبير من القادة والزعماء والرؤساء الأفارقة، ولكن بعد ساعتين من الآن سوف يبدأ الشق غير الرسمي، وهو منتدى المجتمع المدني، والذي من المنتظر أن يحضره كبار ممثلي المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني في القارة السمراء بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث دعم وتعزيز هذا الدور الهام في المرحلة المقبلة في القارة الإفريقية، وإشراك القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي في إنجاز أجندة التنمية المستدامة في قارة أفريقيا حتى عام 2063. إلى جانب هذا المنتدى أيضا سوف تستضيف فعاليات القمة على هامش الفعاليات الرسمية منتديات أخرى تتعلق بمنتديات ريادة الأعمال من شباب القارة الإفريقية في الشتات والمهجر، والنظر في إمكانية توفير كل السبل الدعم التقني والمالي لمشروعاتهم الرائدة لخدمة أهداف التنمية المستدامة في قارة أفريقيا. هناك أيضا منتديات تتعامل وتتفاعل مع تحديات التعليم والصحة وأيضا التغيرات المناخية القاسية في القارة الإفريقية. مشاركة واسعة تعكس اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية في رسم خريطة جديدة للتعاون مع القارة السمراء بعد غياب كما أشرنا أكثر من 8 سنوات عن القارة وتحدياتها، وأيضا تهدف هذه القمة إلى رسم خطوط وملامح المستقبل فيما يتعلق بالمساعدات والتمويل المالي والفني والتقني الذي من المنتظر أن تقدمه الولايات المتحدة لعدد كبير من دول القارة الإفريقية للتغلب على التحديات الناجمة عن المشكلات التي تتعلق به، سواء التغيرات المناخية، تحديات الهجرة غير الشرعية، تحديات الإرهاب وغيرها من
من هذه التحديات التي باتت تؤرق ليس فقط القارة الإفريقية وإنما مناطق عدة من العالم. نعم أشكرك شكرا جزيلا على رشوان، موفدنا إلى واشنطن.